تنفيذ خطة الوطنية الثانية للقرار 1325 المعني بالمرأة والأمن والسلام، وبناء من توجيهات دائرة تمكين المرأة العراقية والتزام وزارة الدفاع وكافة الوزارات بتنفيذ ركائز القرار 1325 اللي هو الحماية والوقاية والمشاركة. طبعا هذا القرار معني بحفظ السلام، معني بكيفية مشاركة المرأة باتخاذ القرار وصنع القرار. شعبة تمكين المرأة زارتنا اليوم بهاي المناسبة، نحب نشكرهم هواية لأن دي يعالجون معوقات الموجودة بمديريتنا، احنا مديرية العلاقات، ونحب نشكرهم جزيل الشكر. باسم مديرية العلاقات والشؤون العامة نرحب بمبادرة السيد معالي وزير الدفاع المحترم بزيارة وفد قسم تمكين المرأة إلى مديريتنا للاطلاع على واقع العنصر النسوي في المديرية والارتقاء بعمل العنصر النسوي وتذليل العقوبات والمعاضل اللي تواجه المرأة. Thank you.